تعتبر أمراض القلب والشرايين والسكري من أكثر الأمراض انتشاراً في العالم، حيث تصل نسبتها إلى أكثر من 50% من أسباب الوفيات في العالم. وهذا لا يعني أن المرضى الذين يعانون منها لا يمارسون طريقة حياتهم كبقية الأفراد في المجتمع، بل على العكس، كل من هنا هو أن يتبعوا نظام غذائي صحي وسليم ونمط عيش متزن قدر الإمكان. لا تعتبر أمراض القلب في الأصل حكراً على أحد، بل تشمل جميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن العمر كوقاية أولية من هذه الأمراض. ومن أن يأتي شهر رمضان حتى تكثر الأسئلة حول إمكانية الصوم من عدمه. رمضان كريم على جميع المغاربة والمسلمين والمسلمات. وهذا الشهر هو مناسبة كريمة وعنده فضل كبير عند المرضى. والسؤال ديالي هو واش المرضى ديال القلب واش عندهم الحق في الصوم ولا لا؟ ما هي التدابير التي يجب اتخاذها قبل الصيام وخاصة للمريضين بالقلب؟ في جميع الأحوال كنعاود نرجع لأهم نقطة من هذه النقطة هذه المداخلة، وهي أنه يجب دائما على مرضى القلب الرجوع إلى الطبيب المعالج ديالو، الالتزام برأي الطبيب المعالج، هل هناك صيام أم لا. إذا كان هناك صيام غتسول الطبيب المعالج ديالك فوقاش غادي تاخد الدواء ديالك، شحال ديال ما غتشرب، شنو هما الانواع ديال الماكولات اللي هي محبوبه بالنسبه لك، والطبيب المعالج ديالك غادي يعطيك الريجيم وخاصك تحترم الريجيم ديالك. إن عمل القلب يرتبط بنظام عصبي دقيق يخضع إلى تأثير هرموني كبير عن طريق الأدرينالين والنور أدرينالين، وهرمونات من الغدة الكظرية والرئة والكبد الدماغ عصبياً عن طريق العصب التائه. إن للصيام تأثير وفوائد كثيرة للقلب والجهاز الدوراني بصورة عامة، لكن الذين يتمتعون بصحة جيدة، أما مرضى القلب فيحتاجون إلى استشارة طبية قبل أي إقدام على الصوم سواء في رمضان أو للتطوع. خاصنا نعرفوا اولا بان القلب هو عضو واحد، ولكن الامراض اللي يمكن لها تصيب القلب هي متنوعه ومتعدده جدا. يمكن لها تصيب في الصمام ديال القلب، يمكن لها تصيب في الشرايين ديال القلب، يمكن لها تصيب في العضله ديال القلب، يمكن لها تصيب في الدقات ديال القلب، ويمكن لها تصيب في الغشاء ديال القلب. في جميع الحالات كاين تقريبا واحد 25 نوع او ما اكثر من انواع الامراض ديال القلب متعدده. احنا اليوم ما غنهضروش على جميع الامراض ديال القلب، لان كل مرض عنده الخصوصيه ديالو. غنختاروا واحد المرض اللي هو شائع، اللي هو مرض ديال الشرايين ديال القلب.
عادة هاد المرض ديال الشرايين ديال القلب منين تيجي؟ تيجي من الخنق في واحد أو عدة من الشرايين ديال القلب. القلب هو عضو كجميع الأعضاء، يعني تا هو خاصو الشرايين اللي غادي توصل له الماكلة باش تا هو ياكل وتا هو يكون عنده الأكسجين. فاش كيوقع الخنق في هاد الشرايين معناه بأن كاينه منطقة في المناطق ديال القلب اللي ما غاديش يوصلها لا الماكلة لا الأكسجين، يعني غتبدا تعيا. حنا الأهم حاجة عندنا هو أن هاد الشرايين يبقاو دائما محلولين. في حادث ما إذا كان الخنق كاين بزاف ديال الأنواع ديال العلاج ما غنقدروش نطرقوا لها اليوم، ولكن خاصنا نعرفوا بأنه خاصنا دائما نتشاوروا مع الطبيب المعالج ديالنا باش نعرفوا شنو هو النوع ديال العلاج اللي غادي يوافقنا ويوافق الحالة ديالنا. ما نعيشه في شهر رمضان شهر الصيام وكثرة الأسئلة الطبية عن إمكانية الصوم أو لا، وكيف نتعامل مع الأدوية خاصة وأنها أدوية أمراض قلب وشرايين وارتفاع ضغط وسكري وارتفاع كوليسترول ودهنيات، وهي أمراض مزمنة وغيرها من الأسئلة. ويرى الأطباء أن اتباع النصائح والإرشادات الصحية والتوصيات الغذائية بشكلها الصحيح تكون هنا فوائد عديدة تضاف إلى بقية الفوائد التي يجنيها الصائم بقربه من الله وتأديته لفرائضه. مرة أخرى كنصح جميع المرضى ديال القلب وبالخصوص المرضى ديال الشرايين أنهم يرجعوا إلى الطبيب المعالج ديالهم اللي هو أعلم إنسان بالحالة ديالهم وبالقدرة ديالهم على احتمال شهر رمضان. شهر رمضان تيطلب منا مجهود كبير لأنه غادي يكون عندنا العمل ويكون عندنا الصيف وغيكون عندنا الصيام، يعني ثلاثة ديال المجهودات اللي تقدر تكون شوية كبيرة على القلب ديالنا، وعلى حسب الحالة ديالنا يقدر الطبيب ديالنا يصرح لنا أو لا ما يصرح لناش أننا نصومه. إذن الرأي الأول والأخير كيرجع للطبيب المعالج. في حالة ما إذا الطبيب المعالج ديالنا صرح لنا أننا نصومه شهر رمضان، كاين بعض الأشياء اللي خاصنا أولا نسولو الطبيب ديالنا نتفكروا أننا نسولوه، وثانيا بصفة عامة خاصنا نحترموها. أولا في جميع الأحوال نتوما كيكون عندكم واحد الرجيم حلول شهر رمضان ما كيمنعكمش انكم تواصلوا الرجيم ديالكم. مره اخرى مائده الافطار عليها علامه تحذير شديد لان كيكون فيها بزاف ديال المواد اللي هي محظورات عليكم. بصفه عامه تيكون عندكم يا اما مرض السكري يا اما مرض ضغط الدم يا اما الاثنين يا اما مرض الكوليسترول في الدم اللي هي الشحمه في الدم، وهادو كلهم كيمنعوا لكم بزاف ديال المواد اللي كيكونوا محطوطين على مائده الافطار. إذن حذاري 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 من أنكم تبتعدوا على الرجيم ديالكم في فصل رمضان. يجب التذكير أن كل حالة صحية حالة فريدة من نوعها لا يمكن القياس عليها من قبل المريض نفسه دون الرجوع إلى الطبيب المعالج، وأن ما ذكرناه هو إرشادات عامة، وأن القول والفصل في صيام المريض أو عدمه يرجع لطبيبه المعالج فهو أدرى بحالته. بزاف ديال الخطورات المخاطر اللي نتوما معرضين لها في هذا الشهر. الخطوره الاولى وهي نقص السكر في الدم اللي يقدر يؤدي نقص السكر في الدم ماشي السكر بوحده، السكر والماء وبعض المواد الضروريه كالصوديوم والبوتاسيوم اللي ضروريه للعمل ديال القلب،
هاد المواد كلها خصنا نردوا البال اننا في وقت الفطور نردوها، نستردوها من السوائل من الماكله اللي غادي ناكلوها. ثانيا خصنا نردوا البال ان من الاعراض اللي تقدر تجينا، يفرفر علينا القلب ديالنا، نحسوا بالسخفه، نحسوا بالنهجات زادت علينا. يمكننا نكونوا كنهجوا من قبل ولكن النهجه تكون زادت، ما بقيتيش كتمشى قد ما كنتي كتمشى من قبل، او رجع كيجيك الالم في الصدر ديالك فاش كتكون كدير واحد المجهود. في هذه الحالات خاصنا ولا بد نرجعوا للطبيب ديالنا المعالج باش نعرفوا شنو هو التطور اللي وقع اللي خلى هذه الاعراض تطورت. في بعض الحالات كيقدر يستدعي الامر انكم تنعسوا في السبيطار باش نعاودوا لكم التحاليل ونعاودوا لكم الراديويات. هذا الشيء كله مسائل مهمه لا يجب التماطل فيها. علاش؟ لان انت كتصبر على راسك وتتقول في راسك تيسالي رمضان، وفي الاخر فاش كيسالي رمضان وتتوصل عند الطبيب المعالج ديالك مع الاسف كيكون الوقت في بعض الاحيان فات. من المفيد أيضا تذكير السادة المشاهدين بعدم الإسراف في تناول الطعام والشراب وتجنب المأكولات الدهنية الضارة، كما نشجع الجميع على القيام بالرياضة المنتظمة الغير مجهدة لاكتساب لياقة بدنية عالية ولإنقاص الوزن للحدود الطبيعية. النوم والكسل والخمور أثناء النهار أمور تمنع الجسم من الاستفادة الكاملة من الصوم، وتعطي الجسم إرشادات خاطئة تؤدي إلى زيادة المخزون الدهني والسموم، كما أنها تؤدي إلى اضطراب عمل الساعة البيولوجية في الجسم نتيجة قلب الليل نهار والنهار ليل، مسببة تعطيل بعض الهرمونات واضطرابات للجسم بشكل عام. مشاهدينا الأفاضل، حلقتنا الليلة في فقرة غذاء ودواء خصصناها للباذنجان. الباذنجان نوع من النبات من فصيلة الطماطم، ثمرته متعددة الأشكال دائرية أو مستطيلة، أما ألوانه تتراوح بين البنفسجي الداكن والأسود. ويصنف الباذنجان على أنه نوع من الفاكهة وليس الخضار عكس ما هو شائع، فالباذنجان غني جداً بالألياف وخصوصاً قشرته، لذلك فهو دواء فعال لمكافحة سرطان القولون بسبب قدرة الألياف العالية على امتصاص كل أنواع السموم، كما أن للباذنجان مصدر رئيسي للمعادن والفيتامينات ألف وباء وجيم، وهو يخفض نسبة الكوليسترول. حبة الباذنجان الطازجة ذات القشرة الصلبة اللماعة هي الأفضل، وتجنبوا الحبة ذات اللطخات الداكنة، يمكنكم حفظها في الثلاجة لأسبوع، لكن ننصحكم أن تستخدموها خلال يومين لأن مذاقها يصبح أكثر مرورة كلما طالت فترة الحفظ.